بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة هنتكلم بقى في الحلقة الرابعة من كورس الربح من اليوتيوب بسهولة، طبعا قناتكم عالم أحمد سموسي. النهاردة جايين نتكلم بقى عن أهم 10 مجالات تقدر تشتغل عليهم في اليوتيوب وتحقق منهم ربح كويس، ودول أهم 10 مجالات. في مجالات تانية غيرهم طبعا، بس دول اللي هنتكلم عنهم النهاردة عشان تحقق ربح وعليهم إقبال وليهم متابعين في كل الدنيا. خلينا نبدأ بعد الفاصل. مجال اليوتيوب العيال التوتو بيسموه النيتش. النيتش ده ان هو تاخد مجال معين تشتغل على نفسك فيه، زي تربية العصافير، موبايلات، عربيات، بتعمل مراجعة، الكلام ده كله هم بيسموه نيتش، احنا بنسميه مجال متخصص. النهارده هقول لكم بقى على 10 مجالات متخصصه تقدر تكسب منهم كويس جدا لو اشتغلت على قناتك في اليوتيوب في واحده منهم. قبل ما نتكلم عن المجالات دي، احنا النهارده في الحلقه الرابعه، خليني اراجع معاكم ال3 حلقات بسرعه كده. اول حلقه في كورس الربح من اليوتيوب مع احمد سموسي اتكلمنا فيه، دردشنا مع بعض وجبنا شويه معلومات من هنا على شويه معلومات من هنا عشان نعرف هنقدر نكمل في اليوتيوب ولا لا. الحلقة الثانية اتكلمنا في ازاي تحقق شروط الربح من اليوتيوب، وهم 4 شروط زي ما احنا اتفقنا قبل كده: الحصول على 1000 مشترك، الشرط الثاني اللي هو تحقيق 4000 ساعة مشاهدة، الشرط الثالث عدم وجود مخالفات للمنتدى او لشروط اليوتيوب، الشرط الرابع تفعيل ميزة التحقق بخطوتين. وطبعا اتكلمنا باستفاضة في ازاي تجيب ال 1000 مشترك وازاي تجيب ال 4000 ساعة مشاهدة، والحمد لله وصلنا لان في ناس بدأت تتفاعل فعلا. نيجي بقى لاخر حلقه عملناها وهي الحلقه الثالثه، ودي اتكلمنا فيها ازاي تطلع فيديو بجوده كويسه وصوت كويس، واتكلمت عن الادوات اللي بقدر استخدمها، الادوات الملموسه طبعا، لان انا لسه هتكلم عن البرامج اللي بقدر استخدمها وبسجل عن طريقها، ودي ان شاء الله في حلقات كتيره جايه. النهارده بقى جايين نتكلم في الحلقه الرابعه عن حاجه مهمه جدا، اللي هم ال10 مجالات اللي قلت لكم عليهم قبل الفاصل. معانا في المرتبة العاشرة بقى قنوات مراجعة الأجهزة زي الموبايلات واللابتوب والبي سي. أي أجهزة إلكترونية المراجعة بتاعتها بتجيب متابعات أو بتجيب مشاهدات كبيرة جدا. الموبايل شاومي ريدمي نوت 10 طول 160.5 ملي وعرضه 74.5 ملي وسمكه 8.3 ملي، وتصميم الموبايل مختلف عن الإصدار اللي فات من حيث بروز الكاميرات أو شكل الكاميرات. سوق التليفونات دلوقتي بقى شغال كويس جدا، كل يوم بينزل منتج جديد، وانت داخل تشتري تليفون جديد بتتفرج وبتقارن بين شاومي وسامسونج وابل، بتعرف بقى ايه الجديد فيه، المعالجات طبعا، الشاشه بتاعتها، الاضاءه بتاعتها، البطاريه في الاجهزه اللي ليها بطاريه. الناس دي سوقهم ماشي جدا، الناس اللي بتعمل مراجعه للموبايلات. اي نعم انت لازم تشتري الموبايل ولازم تتعرف على الخصائص بتاعته كويس جدا جدا عشان المشاهد بتاعك يكسب ثقة في القناة بتاعتك ويتابعها باستمرار، لازم تكون متخصص عشان تعرف تستمر في هذه القنوات. القنوات دي بتقدم معلومات رهيبة جدا، وبتعرف تقارن بين الموبايلات الحديثة والقديمة او الحديثة مع بعضها من فئات مختلفة في وقت معين، عليها اقبال كبير جدا وبتربي مشاهدين كويس جدا، وبالتالي ليها ارباح كويسة جدا. يجي بقى في المرتبة اللي بعد كده الترتيب رقم 9. معانا بقى في الترتيب رقم 9 قنوات الرياضية وقنوات المكملات والمكملات الغذائية. القنوات اللي بتقدم النوع ده ليها جمهور عريض جدا من الرياضيين، وخصوصا لو هي بتقدم الفيتنس وازاي تخس في البيت وازاي المكملات الغذائية والأنظمة الغذائية وازاي تمشي على نظام غذائي معين عشان تكسب باور عشان تعرف تكمل يومك عشان تعالج حاجة معينة زي السمنة أو النحافة. الكلام ده ليه جمهور كبير جدا طبعا، ده غير ان هو بيوصل لدرجة متقدمة في الفيديوهات الرائجة على اليوتيوب. ولو عايز قناة من القنوات دي، انا برشح لكم قناة سامسون موي، ده بطل مصري طبعا وصل للعالمية، بيقدم تمارين فيتنس حاجة رهيبة جدا، انظمة غذائية، تخسيس ونحافة، حاجة محترمة جدا. انا عن نفسي بتابع سامسون موي. الترتيب اللي بعد كده وهو رقم 8 من اصل 10 قنوات تقدر تشتغل عليهم وتكسب ارباح كويسه جدا من اليوتيوب، هي قنوات السفر والسياحه والفلوجز. النوع ده من القنوات بيكسب كويس جدا، بس هو مكلف. عشان تقوم بالقنوات دي يا اما تبقى سفير، يا اما تبقى كابتن طيار، يا اما ساري عربي،
ساعتها طبعا انت مش محتاج ارباح اليوتيوب، بالعكس انت ممكن تدي اليوتيوب ارباح. بس لو انت عايش في بلد جميله وفيها مزارات سياحيه كتير او فيها اماكن تخرج فيها واماكن مختلفه ومتنوعه، تقدر تعمل النوع ده من الفيديوهات بكل سهوله. نيجي بقى للترتيب رقم 7، والقنوات دي احب القنوات لقلبي، القنوات التعليميه اللي هي بتعلمك اي حاجه في الدنيا، بتعلمك ازاي تشتغل على الوورد، ازاي تشتغل على الاكسل، ازاي تشتغل انيميشن، ازاي تتعلم مونتاج، زي القناه اللي انا بقدمها لكم دلوقتي، بقدم لك ازاي تعمل قناه يوتيوب ناجحه. في الاف القنوات كده، بس المهم ان انت تختار زي ما قلنا النيتش زي ما قالوا الشباب التوتو، او المجال المتخصص اللي انت هتشتغل عليه. ومن اهم القنوات دي اللي انا بتابعها شخصيا، في قناه تتعلم اونلاين، قناه تتعلم اونلاين لاحمد ابو زيد وشركاه، وطبعا قناه طارق النجار اللي انا عن نفسي بستفاد منها كتير جدا. وهنا طبعا مش هقدر انسى قناه مصطفى مكرم اللي هي افضل القنوات في تعلم الانيميشن والجرافيكس. شكرا مصطفى. الترتيب السادس قنوات الميك اب وادوات التجميل. القنوات دي ليها جمهورها طبعا من الفنانين والناس اللي بتحب تتابعها، وتقريبا كده 90% من المتابعين سيدات، لان في رجاله بتشتغل في المجال مستحضرات التجميل والادوات التجميليه. هنبدأ بقى في النص الثاني من ال10 مجالات اللي تقدر تشتغل فيهم على اليوتيوب وتحقق أرباح كبيرة. هنا بقى حاجة غريبة جدا، القنوات من النوع الخامس ده قنوات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. طبعا دي بتبقى ميكس بين التنمية البشرية وتطوير الذات، وازاي تسوق منتجك على الإنترنت، وازاي تعمل موقع أصلا، وازاي تشتغل على الحاجات دي. يعني تحس إن أنت داخل كده في متاهة كبيرة وميكس. عشان كده القنوات دي بتكسب كويس جدا، لأن ليها جمهورها العريض طبعا اللي هو بيدور على الربح السريع أو الربح على المستوى القريب طبعا من خلال التجارة الإلكترونية. خلاص قربنا نخلص، احنا دلوقتي في المجال الرابع. المجال الرابع ده مهم جدا جدا. المجال الرابع بيتكلم عن انشاء المواقع الالكترونيه والبرمجه والتطبيقات، سواء كنت ويندوز او كنت اندرويد انت هتحتاج النوع ده من التطبيقات. في تطبيقات جديده ظهرت، الناس اللي بتاسس التطبيقات دي وبتشرح لك التطبيق ده بيستخدم ازاي وايه الاضرار بتاعه استخدامه وازاي تستخدمه كويس، الناس اللي بتاسس المواقع الالكترونيه، وطبعا مئات من الموضوعات بل الافات من الموضوعات في المجال ده. يعني بامانه اللي هيخش المجال ده وهيبقى كويس فيه وهيتميز هيكسب منه كويس جدا. المجال الثالث ده، وده مجال بتاع الفلوس كلها، تعالوا نتكلم عن التعدين والبيتكوين. الناس دي بتعرف تكسب كويس جدا، فبالتالي مش هيطلع يعمل لك فيديو في 5 دقايق يعرفك ازاي تعدل. وانت داخل مجال التعدين او العملات الرقميه لازم تبقى واخد بالك جدا جدا ان ممكن يضحك عليك وممكن يتصل عليك. مش كل الناس هتقدر تخش المجال ده بسهوله، والناس اللي جايه تدي لك المعلومه دي هي تعبت فيها ودفعت فيها الافات الدولارات، فمش هيجي يقدمها لك بسهوله. وانت داخل المجال ده خلي بالك. المجال رقم 9 اللي انا جاي اكلمكم عنه النهارده هو مجال التطوير العقاري والتسويق العقاري، وده مجال كبير جدا ولازم نتكلم عنه حد متخصص وحد فاهم في سوق العقارات وازاي بتتطور وازاي بتسوق العقار اللي معاك. طبعا دي شركات متخصصه وبيبقى الناس اللي بتشتغل في المجال ده هو ده اكل عيشهم الوحيد. واخيرا وصلنا للمجال رقم 10 في اللائحه بتاعتنا النهارده، وهو مجال البورصه والاسهم والسندات. المجال ده بيكسب كويس جدا بعيد عن قنوات اليوتيوب او النيتش اللي احنا بنتكلم فيه زي ما قلنا، والعيال التوتو قالت او المجال المتخصص. المجال ده بيكسب كويس جدا بغض النظر عن قنوات اليوتيوب اللي بتتكلم عنه. المجال ده لو ركزت فيه هتبقى واحد من اغنياء البلد ويمكن من اغنياء العالم. تداول البورصه حاجه مهمه جدا، حتى الدوله اليومين دول بدات توفر معلومات كويسه جدا عن المجال ده. وانت داخل المجال ده لازم يبقى معاك شركه تداول كويسه تعرف تشتغل معاهم، لازم تعرف تجيب معلومات، ويا ريت تبقى متخصص في المجال عشان تعرف تستمر فيه وتقدم معلومه مفيده للناس. احنا كده النهارده خلصنا ال10 مجالات اللي احنا جايين نتكلم فيهم. في مجال ظهر انا مش عارف يندرج تحت انهي مجال في المجالات اللي انا قلتها، بس هو مجال الجيمنج او الالعاب الالكترونيه او الالعاب اونلاين. المجال ده كويس جدا وبيكسب، بس لازم تبقى متخصص، والمجال ده بيحتاج فلوس كتير عشان تاسس بي سي او لابتوب يستحمل معاك الحاجات اللي انت هتعملها. ابو فله هو اشهر واحد في مجال الالعاب الالكترونيه، وعنده النهارده 17 مليون متابع على قناته في اليوتيوب.
نتمنى له كل التوفيق وعقبالنا ان شاء الله. اتمنى اكون عرفت اقرب لكم العشر مجالات اللي انت تقدر تشتغل فيهم عشان تختار مجال منهم وتمشي فيه. شكرا واتمنى لكم كل التوفيق.